انا قلت ما تقعدش ثانيه واحده في البيت، مفهوم؟ حاضر يا فندم. اتفضلي يا سنية. اروح بيه فين؟ الهانم بتقول ولا ثانية واحدة. طب اشوف رشاد بيه، اقول له كلمتين، تبنه اوديه فين؟ اوعي تقول الكلام ده، انت عايزه تروحي في داهية؟ مش هو اللي حكم عليا بالعار اللي انا فيه ده؟ اخرسي، انت اللي عاوزه اطمر رقبتك. ايه اللي خلاك تعملي كده؟ اتفضلي خدي حاجتك ويلا مع السلامة. اسميه ايه؟ اقول ابن مين؟ Thank you.
الولد كويس قوي ومش هيعمل حاجة. يا ريت كنت لوحدك. يلا يا ابني، يلا يا حبيبي، ربنا موجود. يا ما نفسي افرح بيكم. ان شاء الله يا تيتا. نفسي اشوفك قاضي، مستشار، ولا وزير يا ابراهيم يا ابني. وانت يا احمد نفسك تطلع ايه؟ انا نفسي اشتغل اي حاجه عشان اريح امي. اصيل يا ابني، ربنا يخليك لها. دي لازم امي. ام احمد تعالي تعالي ارتاحي من السلم. كتر خيرك. احمد بيذاكر مع ابراهيم. طب اما يخلص يبقى يحصلني. انا طالع معاك يا ام. يلا يا حبيبي تصبحي على خير. وانتي منها. مع السلامة يا احمد. الله يسلمك. يا معين يا رب يا معين. هاتي ايدك يا ام. يا رب اويني يا رب. يا رب يا رب. امي هاتي عنك يا ام. ارتاحي يا ام. ايه بتعمل؟ مفيش حاجة يا امي، شوية روح. لازم ترتاحي يا ام. وناكل منين يا احمد؟ انا هشتغل. تشتغل؟ خلي بالك انت من مذاكرتي. وانت يا ام؟ انا ليا مين غيرك يا عينيا. بكره تاخد الشهاده وتشتغل، وساعتها ارتاح انا وانت اللي تجري عليا. يا ريت يا ام. بس امتى؟ امتى؟ كل يهون. ده ربنا كبير قوي يا ابني. ربك مع المنكسرين يا احمد. قول يا رب. يا رب. افتح اللفه دي يا احمد. فيها ايه يا ام؟ قول لك لقمه يا احمد. ماليش نفس. والنبي يا ابني دول نضاف واكلهم نضيف. امي طمني يا احمد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. امشي يا ادم جار من هنا. المطاعم حرام عليك. اترميت في الإصلاحية ولا شفت كيش يام لغاية ما إبراهيم قال لي خبر وفاتك. الله يرحمك. واترميت في السجن 20 سنة وخرجت مش عارف أروح فين. أنا جيت لك يا أم
جيت لك متأخر قوي، جاي أشكي لك 20 سنة ظلم. نفسي أعرف أنت فين يامبا، فين قبرك عشان أقعد جنبك وأحكي لك، فين قبرك عشان أبكي عليه ليل ونهار. أنا ما نسيتكيش يامبا ومستحيل أنساكي. يا ترى مين فين؟ هنا ولا هنا؟ في الجنة ونعمها، الفتحة على روحك يابا، الفتحة على روحكم كلكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. غريب عبد الله، أنا بيه. خطفت العيش من الفرن يا غريب وطلعت تجري؟ غصب عني يا بيه. ازاي يا غريب؟ اخواتي كانوا جعانين يا بيه، الجوع قرص عليهم، عيطهم، قطع قلبي معاهم. وابوك كان فين يا غريب؟ الله يرحمه. وامك؟ شقيت كتير عليا انا واخواتي. وانت يا غريب ما بتشتغلش؟ بشتغل، بياع سريح يا بيه، بس المعلم اللي بيسرحنا اخرت له شلل، ما ادانيش بضاعه. المحكمة يا غريب راحت ظروفك، خصوصا وان دي اول مرة واخر مرة يا بيه. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم غريب عبد الله بالحبس شهر مع ايقاف التنفيذ. يحيى العبد، يحيى العبد، يحيى العبد. مع السلامة. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ممكن تقول للبيه؟ أقول له إيه؟ واحد عاوز يقابله اسمه أحمد. عايزه في إيه سيادتك؟ ده صديقي، صديق العمر. طب اتهوى بقى. أرجوك. يا شاويش. لا. تعالى شوف البلاوي دي. في عرضك. اتفضل يا أخينا من هنا ولا أدخلك للقاضي تاخد لك 24 ساعة حبس. والأشكال دي همها؟ أنت تلاقيه خارج من تأبيدة. اعملوا معروف، دخلوني للبيت. ده يظهر وحش في السجن. طب فوت قدام. تمام يا فندم، الجدع ده عاوز يقابل سيادتك بالقوه. احمد، الحمد لله على السلامه. ابراهيم بيه، اتفضل انت. ناس ما بترحمش ومش هرحموني ابدا. مش كفايه السنين الطويله اللي قضيتها من عمري في السجن؟ الدنيا بخير يا احمد، ومليانه ناس طيبين بيبصوا لي بصه المجرم خريج السجون. لا 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 يا راجل، ما تبقاش متشائم بالشكل ده. مين هيرضى يشغلني؟ هاكل لقمتي منين؟ هعيش ازاي؟ اطمن، كل حاجه ان شاء الله هتتصلح، وانا هرتب لك كل شيء. انا تعبتك معايا يا ابراهيم بيه. اليوم اللي كنت تزورني فيه في السجن كنت بعيش سنه مستريح، خليت عندي امل في الدنيا. انا اسف اللي ما جيتش قابلتك على باب السجن. كان كتر خيرك. احمد، خلي عندك امل بالله ونعمه بالله. خد دول يا احمد دلوقتي. سلف لحد ما تشتغل. انا هشتغل؟ ليه لا؟ مين هيامن ويشغلني؟ مين هيرضى يشغل واحد خارج السجون؟ اطمن، ده عنوان البيت. استريح الليله وتعالى بكره. والله يا احمد لو كان عندي مكان فاضي في البيت ما كنت سبتك. ربنا يخلي لك اولادك. بكره تشوفهم، بقوا كبار وبيروحوا المدرسه دلوقتي. عقبال ما تشوف ولادك يا احمد. انا الا السنيوره يكسب. ادي السنيوره، شفت السنيوره؟ فين السنيوره؟ شيل انت. انت تخسر. يا خسارة. انت تكسب تاخد شلل. يلا، النص ريال بريال والريال بريالين. مين عاوز؟ مين يحط على السنيورة؟ انت تخسر. من فضلك سيبه يا شويش. لازم اسلمه في الاسم عشان خاطري. الصنف ده لازم يطبق ويترمي في الاصلاحيه. لا، في عرضك. اعمل معروف يا شويش، سيبني اروح لامي.
انا هسلمه لامه. حرام تيجي هنا؟ حرام. اتفضل في ضمانتك. انت موديني فين؟ بيتكم. ما اقدرش. ليه؟ عشان الفلوس اللي كانت معايا راحت. انت كنت جايبهم منين؟ من الدولاب. دولاب؟ دولاب مين؟ امي. يعني سرقته؟ لا انا كنت مستلفه. من الدولاب؟ كنت ناوي لما اكسب ارجعهم تاني. ودلوقتي هتعمل ايه؟ مش عارف. استلفت من الدولاب ده قبل كده؟ كتير. وكنت بترجعهم؟ لا. والدتك عرفت؟ هي دريانة. يعني ايه؟ هي الفلوس مرمية في الدولاب. والدتها غنية؟ لا. امال ايه؟ بتشتغل. يعني بتسرق فلوس شقاها وتعبها. احنا دي درس في الاخلاق. تعرف لو كنت سبتك للعسكري كانت امي عرفت وكنت انكشفت. لا، كان زمانك مرمي في الإصلاحية وبيت حرامي. حرامي؟ آه، وكنت هتخرج من الإصلاحية تترمي في السجن وتبقى مجرم. أنت محامي ولا قاضي؟ لا، لا محامي ولا قاضي، بس كنت أعرف عيل في سنك كده سرق مرة وترمى في الإصلاحية وشاف الويل والعذاب في حياته. طب أعمل إيه؟ أنا خايف لما تعرف توديني الإصلاحية. أنت خدت كام الدولاب؟ 5 جنيه. لو اديتهم لك ترجعهم الدولاب تاني؟ آه. احلف. وحياة ماما هرجعه. بتحلف بماما؟ يعني بتحبها؟ أوي. مش هتزعلها تاني؟ أبدا. اتفضل. أنت حلفت. وشرفك أنت هرجعه. لو كنت لقيت حد جاب لي الدواء لأمي. مبروك يا ابراهيم. الله يبارك فيك يا ناديه. انت تؤمر. اهي حاجه تنفع الاولاد وهكتبه باسمهم كمان. ربنا يخليك لي. شوف يا ستي، انا حسبتها هندفع 500 جنيه اول دفعه والباقي على سنتين. والتاكس ده يعمل كام في اليوم؟ والله قالوا لي ما بين 4 جنيه وبين 5 جنيه، وفي الصيف بيعمل اكتر. هو ديك بقى لقيت شغلنا صاحبك يا احمد وتبقى خدمته. هو انا هلاقي سواق للتاكسي أأمن من احمد؟ ده عشرة العمر. اه حاجة تعيشه ويشوف مستقبله ورزقه، محدش عارف. وده معقول يا بيه تدفع؟ لا الاصول. انا اركب الاولاد يركبهم لازم ندفع. ده كله من خيركم. اول استفتاح. الف مبروك. مبروك علينا كلنا. انا هجيب الايراد لسيادتك يوم بيوم. تسلمه للست عشان هي عامله حصاله هتشيل فيها الايراد يوم بيوم. عشان القسط كل شهر يا ابو حميد. ان شاء الله نخلص اقساطه ونجيب غيره كمان. البركه فيك. إن كان علي أنا هطبق ليل ونهار، بس خايف الموتور يفوت. مع ألف سلامة. الله يسلمك. اتأخرت قوي على الشغل. ما بلاش تروحي الليلة. يا خبر، انت عايز المحل يتكسر. يا سلام. ده انا ما كنتش اطلع واعمل نمرتي الزباين تكسر المحل للدرجة دي. انت فاهمني ايه من البنات اللي بتفتحوا بس؟ حكم فشل. انا رخر وانت بترقصي ببقى مش على بعضي. يا استاذ. ايه في ايه؟ يعني مش كده. انت تسوق وبس. انت تبطل اللي بتعمله ده. تتفضل تنزل. ايه مش بتاخد فلوس؟ اتفضل اتفضل انزل.
انا اجيب لك البوليس ان ما وصلتنيش زي ما انا عايز. لا انت تتفضل بقى بالذوق احسن لك. اعمل معروف يا اسطى، انا هلاقي تاكسي فين دلوقتي؟ انا اتاخرت على شغلي. خليه يتلم ويختشي. خلاص يا اسطى اتفضل. وبعدين خد وابقى فوت، خلي الباقي عشانك. لسه ما اشتغلتش الشغلانة دي يا حضرت. وانا مش هركب معاك تاني يا حضرت. عنك مركب. برحلة فنية في بلاد عربية وغربية، غنيت ورقصت وبدعت ولا أحسن نجمة أوروبية. أول حفلة كانت في بيري، غنيت غنوة إنما كانت إيه؟ طب ممكن نسمع كوبليه؟ خليه ايدي
بعيد فين يا ترى على ما دريت بعد كده انا رحت بعيد فين يا ترى على ما دريت جرنادا يا موشح الهوى شرب سجاير بقى. طب نفس واحد بس يا بنتي صحتك. ده ايه ده كله ده؟
ايه العظمه دي كلها يا ست الكل؟ ميرسي قوي قوي. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. كنت قفلت الكباريه. مظبوط كده. طب ايدك على القسط بقى. مختار بيه قاعد بره هيجنن. بقول لك ايدك على القسط. اه ماله؟ انا جاهز. اتفضلي يا ست امون. يخليك امون. هاتي الفستان المشجر ده. ماما لسه عارفه الصلاه الليله. ده كلام برضو يا ست امونه. ده مختار بيه هيجنن بره. ما انا خايفه عليها من السهر وعلى صحتها. صحتها زي الفل هي والحمد لله. يلا يا امور يلا يلا. حالا ثانيه واحده البس فستان واجي لك على طول. في انتظارك يا جميل. اديني بقى الحاجات دي. عشان ايه يا امين؟ يا بنتي تنطروا كده ولا كده وتبقي شاربه ومش دريانه. يا اختي عليكي وعلى كمالك عندك حق. هاتي يا اختي هاتي وهاتي الخاتم كمان. خدي يا اختي خدي. هاتي يا روح هاتي الخاتم. خدي يا حياتي. احطهم في الشنطه امن. طيب هاتي يا روح. شاطره يا امونه. يخرب عقلك. خمس دقايق بس بتلبس. ممنون. حتى انا بقى ازازتين شامبانيا. بس كده؟ بس. امرك يا مختار بيه. ايه ما شاء الله زي القمر. انت اللي قمر. قمر قمر بالستر. اشهدوا يا ناس على ظلم الناس له اول كاس ولا اخر كاس. اشهدوا يا ناس على ظلم الناس ودعت حياتي الليل وشقا ودفنت الماضي عشان انساه ودعت حياتي الليل وشقاه ودفنت الماضي عشان انساه واخترت حبيبي وعشت معاك كان املي اعيش على طول وياه. شغلوه الناس بكلام الناس وسقوا من كاس وسقوني من كاس. اشهدوا يا ناس على ظلم الناس له اول كاس ولا اخر كاس. اشهدوا يا ناس على ظلم الناس. يا هو يا لوعتي يا شقاش يا وضع حالي يا مسكين وحالي عدم مرعوبة. اسكت النبي انا اجيب لي يعملها ويغني. بقالي زمان بغني ومفيش فايدة. اللي ما يعرفك يجهلك. هو في حد ما يعرفش مختار بيه؟ أنا. ده احنا ما صدقنا قدمنا خطوة لقدام. احنا بينا بنرجع ورا. هتعبك قوي. حلو أنت حلو. أنا هتلحس. هتجنن. سلامتك. هتخلصيني. بعد الشر. ياسمين. اديني بحاول. اصلك غميق قوي يا مخ. سلامتك يا سبع. ده انت تعبهم قوي يا سيد الرجاله. مش باين. اجدع راجل في الدنيا. قد احنا بنجرب نهدي. هي العين تعلى عن الحاجب. اه يا اختي تعلى ما تعلاش ليه؟ ازاي بقى؟ لما تورم يا راجل. شمبانيا يا جدع. مدعومة. هات هذا الشمبانيا المختار بيه. بسرعة. ياسمين. ايه؟ شمل ياسمين.
ماله؟ خلاني مسكين. ما تبطل. ما اقدرش. ليه؟ انا مدمن. مدمن. اتعالج. عالجيني. عالجيني بالياسمين يا ياسمين. النبي حبيبك ما تحرمش الفؤاد منك. شم الياسمين خلاه مسكين وعيني في راسه رايحين جايين. ياهو احبك. مختار بيه معانا الفل. معانا الياسمين. الفل مفيش اجدع من الياسمين. نستفتح يا بيه. حلي على نفوخي. اديها جنيه بس كده من عناية الاثنين. تسلم عينيك. خد يا ستي هادي الجنيه اهو. ربنا يكبر بخاطرك يا ياسمين يا بنت حواء وادم ويخلي لك اسم النبي حارسه. اسم النبي حارسه. مستورة والحمد لله. هيقضوا ايه ولا ايه يا ست امينة؟ ربنا كبير. العيال كبروا ومصاريفهم تقل ودخول المدارس زي ما انت عارفة. ربنا يقويك عليهم يا سنية ويديك الصحة انت كمان يا ست امينة. صحة اهي ايام بنقضيها. يا ريتني عملت حساب للزمن ما كانش بقى ده حالي. كنت فاكره الدنيا هتضحك لي على طول. ما تروقي امال يا ست امينه. كفاياكي بكره قولي الحمد لله على الستر. الحمد لله. يا ريت دموعي تخفف النار اللي في قلبي. ايوه يا ست والنبي. ايوه يا ست سمعينا. طب يلا بينا. يلا يلا بسرعة. أمام بس مستني انت اهو. انا عايز ياسمين. حلو. حاضر. عايزك. بتقول لك تعبانة. اطلع. اطلع يا ست. اطلع يا اسطى. استنى يا اسطى. علشان خاطر يا مدام. تعبانة مش قادرة تسهر اكتر من كده. اسكت انت يا ولية. اطلع يا ست. لا تتنين انت وتسكت. لا لا بلاش تلبيخ. اعمل معروف اطلع يا اسطى. غور انت وسيبيها. ده غور اما تغورك. بس لاخد كلامين. ايه اللي في الادب دي؟ الله الله الله. هنطول ايدينا على الستات. انزلي. يا ام هاشم على فكره هتعبك. وسيبتك العيال يا اخويا. ايه وسيبتك غير الحمار. تعبتوا قوي. روق يا مختار بيه. روق. روق. انت مستني ايه انت؟ انا قلت عايز ياسمين حالا. بشرفي حالا. البوسطجية اشتكوا من كتر مراكيلي. عايزة تنام؟ نام يا حبة عيني وكتاب جنبه على السرير. بقالي يومين ما شفتوش. اعمل لك شوية شوربة سخنة تدفي بيها صدرك بعد الحمام. يا ريت. وهاتيلي الشنطة عشان اخد حباية الدواء.
حاضر. غرابي غرابي مصفتك يا أمينة، لا كل الشنطة راحت يا أخواتي، يا خبتك يا أمينة، راحت فين الشنطة يا أخواتي؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا أمينة، يا لهوي يا خبتك يا أمينة، يا لهوي يا أختي، راحت فين الشنطة؟ طهوش العمر كله يا أخواتي، لهوي يا أختي مش عارفة أعمل إيه. راحت فين بس يا اخواتي؟ بلعتها الارض. حضرايا يا امينه. حاضر يا مدام. ايه ساعه بتجيبي لي الشنطه؟ مش لاقياها؟ مش عارفه حطيتها فين. دورتي كويس؟ دخت. تكونيش نسيتيها في كباريه؟ ابدا يا مدام، ده انا واخداها في ايديا والله. تبقي مستوره ولا سكرانه؟ مستوره ايه بس يا مدام؟ امال ايه يعني؟ الارض اتشقت وبلعتها؟ عفريت خطفها يعني؟ عفريت ايه بس يا مدام؟ امال راحت فين؟ هات التليفون اما اسال عليها في الكباريه. وحياتك انت، انا واخداها في ايديا وقافله باب الاوضه. يا وليه يا خرفانه، حرام عليكي، دي فيها سختي وفيها شعل عمر كله، ده انا بخاف اسيب الصيغه في البيت تقوم انت تضيعاني. يا لهوي، لا كل سنه في التاكس. ايه تاكسي؟ يبقى عليه العوض ومنه العوض. يا مصيبتك يا ياسمين، يا خراب بيتك يا ياسمين. ما تعمليش في نفسك كده، ده انا كنت اموت. انت عارفه دي بالنسبه لي ايه؟ دي حياتي وتعبي وشقايا والقرف والغلب اللي بشوفه كل ليله. تقولي لي نسيتها في التاكسي يا مدهوله؟ انا عايزه اشوف التاكسي ده راح فين. اصل حتى ايه مستنيكي واقول لك اتفضلي الشنطه هي استهاني. ما حدش بيتنهي يرد في الكباريه. يوه، لكن وقت قدام الكباريه ساعه الخناقه. انت بتطمنيني؟ يبقى أسخم، يبقى أسفل، تبقى طلعتشي. أنزل لغاية هناك وأسأل الغفير. والنبي تتلهي بأفكارك المنيلة دي. قال تسأل الغفير قال. نكلم البوليس. هيعمل لنا إيه البوليس بتاعي؟ نقول له سيب الشنطة في التاكس. حضرتك تعرفي شكله؟ تعرفي اسمه؟ تعرفي نمرته؟ خدتش بالك. خلاص بقى، أنا عايزيني بسكتك بقى وابعدي عني. ألو، من فضلك اديني اسم الأزبكية. يعني هي دايما اللي بتشيلها؟ ايوه طول عمرها. مفيش حاجه راحت منك قبل كده؟ حاجات بسيطه، 5 جنيه، 3 جنيه، كلام فارغ يعني. بتشكي في حد في البيت؟ لا، بقول يمكن صرفتهم كده ولا كده. تفتكري هي اللي خدتهم؟ لا، ده امينه لا يمكن تعمل كده. اتفضلي معانا على الاسم. اسم؟ تدي اسم ياسمين؟ بقيت حرامية على آخر الزمن؟ أسمعك بعد العمر الطويل ده؟ أنا طول عمري قلبي على بيتي وعلى فلوسك وعلى ابنك. يا حضرة الظابط، لازم ناخد أقوالها في الاسم وبعدين تطرحها للنيابة. اسم؟ يا لهوي، ده أنا عمري ما رحت اسم ولا شفت النيابة. أبوس رجلك يا مدام، أبوس رجلك. جاي ليه؟ عزتي، ايه اللي جابك هنا؟ في حاجة يا حضرتك؟ الشنطة دي لقيتها في التاكسي وأنا بجرب. ينظر دينك، ربنا يخليك يحفظك شبابك. وريني وريني وريني. شوفي حاجتك كويس يا ست، ناقصة حاجة؟ أنا لقيت الشنطة بقى، لو سمحتي بفوت علينا في الاسم علشان نتمم المحضر. سلام عليكم. مع السلامة يا أخويا. مبروك يا مدام، مبروك يا مدام. كتر خيرك، خد المكافأة عشانك. المكافأة ربنا يستاهلها. السلام عليكم. عليكم السلام. قصير والله. طول عمرك شاهد. شو بقى يا ست ياسمين؟ ما دام حاجتك وصلتك سليمه، انا ما بقاش ليا اقعد في البيت ده. انا شكيت فيكي؟ اهون عليكي؟ يهون عليكي عزت؟ هو احنا لينا حد في الدنيا غيرك؟ حقك علي، ما تزعليش. اصل ده امينه دي مربياني. باين عليها ست طيبه. ده انت اللي طيب بحقه حقيقي. اديك شفت بعينيك اللي بيسرق بيعمله في ايه؟
ده انا كنت ميت من الخوف لما الضابط سال ماما على الفلوس اللي بتحطها في الدولاب. شفت بقى كان ليا حق ولا لا؟ يا ريت كان ليا بابا طيب زيك كده. البركه في والدتك، ست طيبه وبتحبك. انت ساكن فين؟ انا عشان ابقى اشوفك. العجوزه، شارع دسوق نمره 18. العجوزه شارع دسوق نمره 18. برافو عليك يا ابو حميد، نبقى مسددين لحد دلوقتي اربع كمبيالات. البركه فلوس احمد. انا لو عليا اشتغل 24 ساعه. يا راجل ده انت صحتك عندنا اهم. والله يا بيه انا استحمل، انما خايف على المطور يفوت. مش تسلموا على عمه الاول؟ يلا ماما علشان نشوف الاشاره بتاعت الفيلم اللي جاي. حاضر. مش هنروح السينما بالتاكسي بتاعنا؟ طبعا، وهتركبي جنبي كمان. انا لما اكبر هتعلم السواقه. انا اللي هعلمك ان شاء الله على العربيه الملك. اللي قولي لي يا دادا. نعم يا غا. اجيب لماما ايه في عيد ميلادها؟ انت محوش كام؟ انا معايا جنيه ونص. تجيب لها يا سيدي، تجيب لها. هي دي عايزه تفكير؟ ده كله جنيه ونص. هجيب لها يعني خاتم الماس ولا غوشه ذهب؟ تكفي عليها انك تكون جنبها في ليله زي دي. ايوه، انما الاصول يا ولد. تعرفي يا دادا انا نفسي اكبر بسرعه بسرعه قوي. احنا لسه بدري، نستعجل على ايه؟ كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي.
الشمعة قايد والهوى والورد نادي الليلادي أي بلادي. في صحة أحلى وأجمل صوت في الدنيا يا أخويا. في صحة يا سمير. كنت عايزاني أقضي الليلة دي إزاي من غيري؟ ظروفي يا مختار، ومع ذلك ما هنتش علي. هو في عيد من غيري؟ ده أحلى عيد في الدنيا عشان أنت جنبي. إحنا كمان قفلنا المحل عشان خاطر عيوني. مختار بيه أشهر يقبض وانا اتعبهم قوي. يعني مش هنشتغل؟ يا ريت. وناكل منين؟ انا وبيتي وفلوسي وكلي ملكك. اداه وقدود يا مخ. انا ليله بقى محضر لك حته مفاجاه. تعالي. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب. الله، جميلة قوي. عقبال 100 سنة. ياه. بقولنا بلاش الساعة. أنا آسفة يا مخ. طب نطفي الشمع. مختار، أنا لازم أروح. ودي تيجي. وبعدين معاك بقى. وبعدين معاك أنت. هزعل منك. هصالحك. مختار، خليك لطيف. صبرت كتير. بحبك يا ياسمين. استني بس ياسمين. اسمعي بس ياسمين. كل سنة ماما فين؟ طلع السلم يا حبيبي. ياسمين. جرى ايه يا مختار؟ انا بحبك يا ياسمين. بحبك. وبعدين معاك. بحبك. ما عزت 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 دعقته. عزت عزت الاستاذ احمد موجود؟ لا يا ابني. انت مين؟ انا عزت. طب الاستاذ ابراهيم القاضي موجود؟ لا يا حبيبي، بيصلي العيد. اتفضل. متشكر، هرجع بعدين. كل رجعنا من احد المرافق على سيدنا رسول الله. كل سنه وانت طيب. كنت طيب وبخير. كل سنه وانت طيب. كل عملت بخير ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. حضرتك الاستاذ ابراهيم؟ ايوه يا ابني. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. انت مين؟ انا ابن الاستاذ احمد. ابنه؟ هو اداني عنوان حضرتك. طب تعالى يا ابني. سلامتك يا حبيبتي. سلامتك.
تعبانه قوي يا امينه. شوفي لي دكتور. كلهم في اجازه العيد يا روحي. عزت يا امينه، راح فين عزت؟ هيروح فين يا حسره؟ اولوه مين غيرك؟ يا ترى انت فين يا عزت؟ الحقيقه لما قال لي انه ابنك انا شكيت، قلت كنتش احمد خلف من ورايا؟ قلت هخلف فين؟ في السجن. ما هو ده اللي خلاني لك حق. هو راح فين؟ خرج يتفسح مع الاولاد. مسكين، لازم امه طردته في يوم العيد. اهم جم الاراده. وانت طيب يا حبيبي. عم احمد، انا ركبنا عجل يا بابا. وعفاف ركبت معاكم؟ دي ما تعرفش تركب، انا ولا انت؟ مش انت وقعت 5 مرات؟ انت بتسال عزك كده؟ وحشني، وحشني قوي يا عم. تعالوا تعالوا علشان تغيروا هدومكم. اعمل معروف، ما تسيبنيش. مالك؟ مش عاوز ارجع البيت ده تاني. ليه؟ حصل ايه؟ كرهته، كرهته وكرهت كل اللي فيه. لا يا عزت، دي ماما برضه. لو كانت ماما بصحيح ما كانتش تعمل كده. هي لها في الدنيا الا انت. علشان كده شفتها بعينيا وراجل بيبص على السلم، كنت هتجنن. كان نفسي اموته. تموته وتضيع مستقبلك؟ مش ممكن ارجع لها تاني. واذا كنت حضرتك متضايق مني سيبني امشي. ده انت في عينيا يا عزت. هو في اعز من الام في الدنيا كلها؟ الو؟ لا مش هنا. مين ده؟ واحد بيسال على كوثر. هو ده وقته؟ يا ترى انت فين يا عزت؟ ارحمي نفسك يا مدام، ارحمي نفسك. هو هيروح فين؟ احنا مش بلغنا البوليس. خلاص هو اللي هيجيبه. قلبي مخطوف عليها كمان. اتفضلي يا مدام، المصحة جاهز. استنوا شويه، انت شايف الست عصابه تعبانه ازاي؟ الو، وحياتك لما قدرت تخلص نمرتها انا مستنيها في البيت. اما قله ادب، هو لازم الواحد يجي كل ليله؟ وانا الطريق اخره هنا.
هتجيبي لي ايه؟ اللي انت عاوزه يا حبيبي. انا نفسي في عجله عندك، ساعه وفي ايدك اهي. لا انا عاوز تجيبي لي كوره كبيره ولبس كوره وجزم كوره. من عينيا يا حبيبي، هنا من فضلك لو سمحت. اتفضل. متشكر.
شايف الأمهات؟ أمهات بحق وحقيقي. ده يجي حالا وراح اسبوعين على الاقل في السرير. عزت متشكرين قوي يا دكتور. استاذن. مين العيان؟ ماما. ماما 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 عزت حبيبي. ماما حبيبي عزت حبيبي. وحشتيني وحشتيني يا زمان يا ماما وحشتيني يا حبيبي. يا روحي يا حبيبي يا حبيبي ماما ماما وحشتي ماما. وانت كمان يا ماما وحشتيني قوي. كنت فين؟ كنت فين يا عز؟ عند عمو احمد. كان زعلان شويه. كتر الف خيرك. العفو. ماما ايه اللي تعبك؟ ولا حاجه حبيبي، عندي شويه برد بس. لازم ترتاح. ارتاح ونعيش منين؟ انا هشتغل. تشتغل؟ خلي بالك انت من مذاكرتك. وانت يا ام بكره تاخد الشهاده وتشتغل وساعتها ارتاح انا. بس امتى؟ كل يوم. ربنا كبير قوي يا حبيبي. ربك مع المنكسرين يا احمد. قول يا رب يا رب. انت بعد الشر عليك شوية برد والشغل والسهر. قول لها يا عم لو تبطلي السجاير. أنا هشتغل، هقف في الشارع أبيع سجاير وكبريت، هعمل أي حاجة في الدنيا بس تعيشي ليا يا ماما. حبيبي ماما يا قلب ماما يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هات لنا شاي يا ابني. لسه واصل من اسكندرية؟ عملت أربع ورديات. يا راجل صحتك. نحمده. اذا كان عليا انا عاوز اشتغل ليل نهار بس خايف الموتور يفوت. الاشتراك بتاع النقابه يا باشمهندس. الحمد لله احنا مسددين اول باول. وانت في زيك يا ابو حميد. نحمده. تعبانه يا مدام. هعمل ايه يا امينه؟ لازم انزل الشغل. انت دلوقتي ترتاحي. غصب عني، هنصرف منين؟ الصيغه وعماله ترهنيها حته في حته. فداكي كل حاجه، صحتك اهم. ايه ده؟ انت خارجه ولا ايه؟ خارجه اشم الهوا، اتضايقت بقى من الرقده دي. انت لسه تعبانه يا ماما. هروح شويه الشغل وارجع. شغل؟ شغل ايه يا ماما؟ انت وعدتيني ان انت مش هتشتغلي. اعمل ايه بس؟ ما انت عارف الظروف والمصاريف. يعني كنت بتضحكي عليا؟ ابدا يا حبيبي. انت بتحبيني؟ الا بحبك. هو انا ليا حد في الدنيا غيرك؟ طب ابوس ايدك ما تخرجيش. هروح اجيب الفلوس اللي ليا عندهم وارجع. يا ستي مش عاوزينهم. الو. اهلا 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 بست الكل. بشرفي. شوفي بقى بشرفي، المحل مظلم من غيري. لو ايه؟ الكل في انتظارك.
لا 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 لا، انا يهمني صحتك. الحمد لله، وانتم كمان. اسمع يا كمال، وحياة عينيك، هبعت لك أمينة ابعت لي معاها 50 جنيه من حسابي. يا سلام، ده انت تأموري. بقول ايه، هبعت لك عربية مختار بيت جيبك كده تفرفشي ويانا شوية وتغيري جو. أمال ده مختار بيه جاهز وأنا جاهز والكل تحت أمرك. هشوف يا كمال، تبعت لي العربية. اقفلي السكة يا ماما، هاتي سماعة، هاتي. من فضلك اقفل السكة، ماما مش جاية عندكم تاني. قفلت السكة في وشك؟ ده اللي ناقص. تطلع مين دي؟ مين دي؟ اتقل يا بيه، روق كده. أنا مش قلت لك لما يقرصها الجوع هتيجي غصب عنها؟ هو لسه ما قرصهاش. عمو أحمد اتفضل. ازيك يا عزت وازاي ماما؟ تعبانة شوية. الشغل؟ لا أنا بطلتها تروح الشغل. هفارم عليك. إيه ده يا عم؟ شوية فاكهة زيارة. زيارة؟ هو الواحد لما يجي يزور عيان يعمل كده؟ الأصول. والله أنت الواحد بيتعلم منك حاجات كتير يا عم. اتفضل نشوف ماما. اتفضل. اتفضل اتفضل يا عم. ألف بعد الشر. شغال. خليكي مستريحة. عم أحمد جاي يطمن عليك. كتر خيره. كتير خير والله. ألف حمد لله على سلامتك. والله ده أنا تعبانة قوي والتعب حل عليا خالص. أنت مهومة، دول شوية برد هيروحوا. تعرف أنت عاوزة إيه؟ إيه؟ تقعدي في الشمس، تشميلك شوية هواء، تتغذي. يا ريت. يا سلام، شوف الاسم والنصيب. محدش عارف رزقه فين. انا عمري ما فكرت اجي جنينة الحيوانات. لازم تخرجي تغيري هواء تغيري مناظر. اهي الجنينة دي ما شفتهاش الا وانا صغيرة. الشغل واخد كل وقتك. سهر بالليل ونوم بالنهار. وده اللي تعبك. الحقيقة انا تعبت قوي. بكرة تروي وتبقي عالي. انت كل اللي عندك شوية برد من الدخان والسهر. انت بتستهتري باللي بتعمليه. بص بص يا عمو، يا ترى هتكون من نصيب مين اللي بتجري هناك دي؟ لا التانية اللي هتاخدها. مش قلتلك دي اللي هتاخدها؟ ليه لا؟ على بركة الله، ربنا وفاك يا أحمد. يا أحلى دادة، امسكي اعصابك كويس. خلاص مسكت اعصابك، هسمعك اجمل خبر في الدنيا. خير؟ هتجوز، هتجوز احسن ست. هتجوز ياسمين. يا ريت يا احمد يا ريت. ليه؟ فكرك هترفضني عشان سواق؟ ابدا. هقول لك ايه، صدرها يا احمد بيتمزق وطول عمري كنت مخبيه عليها. مش هتموتي تاني ابدا. ازازة الدواء اللي خطفتها زمان هشتريها النهاردة بفلوسي. تقبلي السواق زي احمد؟ انت راجل وسيد الرجال. انت حياتي اللي اتحرمت منها. انت راجل كل ست تتمناك. لكن يا خسارة. خسارة؟ أيوة يا أحمد، خايفة من الماضي، خايفة من كلام الناس، الناس اللي ما بترحمش. مش هترحمك يا أحمد من الماضي بتاعي. الماضي ده مالكيش ذنب فيه، وأنا كمان ماليش ذنب. الماضي ده لازم نقتله وندوس عليه برجلينا. خايفة خايفة. طول ما أنا جنبك ما تخافيش، ربنا معانا. ونعم بالله. حقيقة يا ماما هتتجوزي عمو أحمد؟
عندك مانع؟ ايوه. ايه؟ تسمح لي من دلوقتي اقول لك يا بابا؟ يا حبيبي. تجوز سواق؟ والله عال سواق؟ كل واحد واصله يا بيه. تفضل سواق علي انا؟ مغفله. انا اللي كنت مغفل. العفو يا بيه. ادي اللي انت فالح فيه. انا؟ دي الحقيقه. صحيح يا اخوانا. بني ادم ما يملاش عينه الا التراب. انا مختار. مختار بيه. صرفت عليه قد ايه يا كمال؟ ما احنا عارفين يا بيه. تقوم تتجوز سواق؟ كل واحد بياخد مقامه. وانا؟ هتهزق بالدرجه دي؟ معاش اللي هزقك يا بيه. ده اللي حصل. قعدت تقول لي لما يرصها الجوع هتيجي برجليها. هي ما جاتش واتجوزت السواق. الجواز ده مش لازم يتم بأي طريقه. خلاص يا بيه. بشرفي مش هيتم. يا مسهل يا مسهل. Yeah.
أيمن، ألف مبروك. الله يبارك فيك. اطلع يا اسطى. العداد بايظ. هتطلع ولا اجيب لك امين الشرطه يسحب رخصتك؟ يا بيه والله ما انا فاضي. يوه ما تطلع سلك. بعدين بقى. مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. عقبال ما تشوفيها عروسة. امال فين العريس؟ هو حد عنده الليلة قبل ما يحلق ويتمنجه اسم الله. احمد ابن حلال. شاهم الحقيقة. احنا بقى اصحاب واحنا قد ابنك كده. ده اخويا. احمد اخويا وجوزي وكل اللي ليا في الدنيا. هو عمو احمد قصدي بابا احمد اتأخر ليه؟ زمانه جاي يا سعزت. تسمح بقى تتفضل. مش ممكن انزل قبل ما تيجي خطيبتي. لا انت الظهر ما ينفعش. اللي بتعمله ده انا هوديك في داهية. يا ماما يا ماما ايدي يا ماما. يا سيدي اعمل معروف وانزل. مش نازل. ايه في ايه يا حضرتك؟ اعمله معروف. الزبون ده بدواخر معاه من صباحية ربنا ومش عاوز ينزل. ما تنزل يا حضرت. انت مالك؟ مش نازل لما تيجي خطبتي. اما لمت صحيح بنقول لك انزل يعني تنزل. الله يكرمكم. لما تجيبوا لي الحكومة مش نازل. هي عافية هتنزل ورجلك فوق رقبتك. طب مش نازل. هي. يا هريس خلاص يا اخوانا مش كده حرام. خلاص 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 يا اخوانا خلاص. يا طارق يا طارق يا ماما. بقولنا لك انزل. الله خلص عليه هنا. الراجل هيموت يا ماما. يا اخوانا يا اخوانا اعملوا معروف. الراجل هيموت. اعملوا معروف. يا شاويش شاويش يا شاويش يا شاويش. ايه اللي عملته في الراجل ده؟ انا. ايوه انا اللي عملته. ايوه دول هم اللي ضربوه. انا شايفك بعيني دي. بعينك دي؟ ايوه. لا ما دام بعينك دي يبقى روحنا في داهيه. متاخر قوي. ربنا يستر. انا خايفة لقيكم جراله حاجة. الغايب حجته معاه. الناس ما بترحمش. ياما قلت له ان الماضي بتاعي هيفضل واقف قصادي طول عمري. ما صدقنيش. ده كان هيطير من الفرح. انا عارفة ايه اللي خلاه راجع في كلامه. عشان بشتغل في كباريه. برقص وبغني وبقعد مع زباين. ما عارف يا بنتي. ربنا بيغفر لكن الناس ما بتغفرش. هرجع للشغل والغلب تاني يا ربي. عملت ايه علشان اترمي في السجن؟ العالم ليه ما بيرحمش؟ عالم ظالم ظالم. خلي عندك ايمان بالله. عايزين مني ايه؟ عملت فيهم ايه؟ ده انا بجري على مريضة. ان شاء الله تطلع براءة. المهم ندفع كفالة. ليه؟ اجرمت في حق حد؟ اعتديت على حد؟ ده هم اللي ضربوه ورموهولي في التاكس. وشهدوا عليك. والتهمة بقت سرقة بالاكراه. انا اسرق ليه؟ ده انا ماشي في حال سبيلي وترجيت انه مش فاضي. ذنبها ايه المسكينه تصدم فيهم زي ده؟ هي فيه بكل حاجه. حرام يا عالم حرام. اطمن يا استاذ احمد كلنا معاك والنقابه كلها واقفه جنبك. اتفضل. اطمني خالص. انا واثق من براءته. المهم دلوقتي اننا ندفع ال 500 جنيه كفاله. 500 جنيه؟ اتفضلي. دول 100 جنيه. كنت اتمنى يكون عندي اكتر. كتر خيرك لكن النقابه ان شاء الله هتقوم باللازم. قمر والنبي قمر. انت اللي قمر. ما تيلا يا ست الكل. دي الناس بره دي بتشلب دم من التسقيف. كده؟ ده مختار بيه هيتجنن والترابيزه جاهزه وكله اليستا. انا وراك على طول. حلاوتك انت يا طعم. وحياتي ما تشربيش كتير. صحتك يا بنتي. يا اختي عليك يا ندى. ايوه يا فندم. البروجرام بيبتدي الساعه 12. لا والله الست ياسمين تعبانه شويه.
يا سلام، دي الست شوشو دلوقتي اعظم رقاصه في مصر. يا شيخ روح. ده غير المطرب الشعبي ونمر كتير قوي وباليه كمان. ايوه باليه جديد جاي من اتينا. تشرف يا فندم. ايوه مدام، ازاي صحتك؟ الحمد لله. انت عارف ان انا صرفت على عيا كتير قوي. ربنا يشفيكي. بس انا محتاجه الخمسين جنيه قوي. يا ريت، ما انت عارفه الحاله. يا كمال انت الملجأ الوحيد اللي قدامي. انت عارفه ان انا لو معايا ما اتاخرش عنك ابدا. ده كان زمان. بشرفي، بشرفي لو كان معايا لكنت اديتك. اعمل معروف. منين؟ انت فاكره ان انا بلاقي فلوس؟ ما انت ياما كسبت من ورايا. وانت ياما خدت مني. انا مستعد امضي لك كونتراتو على بياض باي ثمن. اما تبقى تخفي بقى ان شاء الله. الو؟ ايوه يا فندم، برنامج يبدا الساعه 12. لا والله يا ست ياسمين تعبانه شويه. عندنا شوشو بشرفي. شوشو دي اعظم رقاصه في البلد النهارده. في كمان مطرب شعبي ونمر كتير قوي. ده غير الباليه، احنا عندنا باليه جه من اتينا. شرف يا فندم.
يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا مرحبا. سواء تجوزي سواء؟ اطلب لك واحد بنزين علشان تشربيه. السواء ده راجل 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 راجل. وجات تشحتي ليه يا مرات الراجل؟ جات تشحتي على شرفه؟ خلي الراجل ده بقى يخلصك من العايه اللي انت فيه. بكره السل هياكل عظمك. يلا يا ست الكل يلا. ينادي لي يا جبان. اتبهدلت يا مينا، اتمرمطت يا عزة، اتمرمطت. ربنا ينتقم، ربنا على القوي. ذنبه ايه في الدنيا يا احمد يتجوز واحدة زي ذنبه ايه يترمي في السجن؟ ربنا يفك دقتك يا احمد. يا ما نفسي اشوفه متقطع قدامي. اخ لو اقدر اقف على حيلي. اخ هتموتي نفسك كده. يا ماما صحتك، انا خايف عليكي. نفسي اشوفه ميت قدامي قبل ما يموتنا كلنا. ماما مش هتموت، مش هتموتي، هو لازم يموت، هو لازم يموت. عايز اتكل على الله. انا مش عارف اشكركم ازاي. اتفضل. ياسمين ياسمين حصل ايه؟ مالك عزت؟ عزت يا احمد ماله؟ خد المسدس وراح يقتل مختار. يقتله؟ يعني لا مولو كفالة، خرج، خرج بالسجن. ما لسه القضية يا مخ. لازم ياخد تأبيدة. هيحصل. وانت مزعل نفسك ليه؟ ما يخرج في 60 داهية. يا مسهل ده عايز الحرق على فكرة، هتعبه قوي. طيب هفهفله. لازم تخلصوا عليه، انا عايز اشوفه ميت قدامي وهي بتمد ايدها للرايح والجاي وبتشحت في الشوارع. عمر امي ما هتشحت ابدا قبل ما اشوفك ميت قدامي. ارمي المسدس ده يا ابني. يا ريتك تفهم يعني ايه ابن وتعرف يعني ايه ام. ارمي يا ولد المسدس لتعبك. مش حرميه قبل ما افرغه في جسمه. ارجع عايزك. لازم اقتله، لازم اقتله. المسدس مش هيحل المشكلة، عملتها قبل كده وخسرت 20 سنة من عمري. لازم يموت وامي تعيش. هيموت مختار وهيفضل 1000 مختار. لازم اموته، لازم اموته. ده انا قوي. Thank you.
سيد الرئيس، حضرات المستشارين، هذا المتهم الماثل أمامكم ولد وترعرع في أحضان الجريمة، عاش في الجريمة منذ الصغر، وقد سبق وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في جريمة مماثلة، وإني أطالب العدالة بتوقيع أقصى العقوبة وتقديم هذا النوع من معتاد الإجرام لحبل المشنقة. عم أحمد ما قتلش، أنا اللي قتلت. ما ذنب هذا الفتى البريء أن يصرخ بأعلى صوته ويعترف بأنه القاتل؟ إن هذا ما هو إلا خداع، خداع أراد به القاتل أن يضلل العدالة ليرتمي هذا الفتى البريء في إصلاحية الأحداث. لا لا، إصلاحية الأحداث مش ممكن، أنا اللي قتلت، أنا اللي قتلت. مش عاوز أشوف حد تاني يترمي في الإصلاحية. لقد اعترف المتهم، والاعتراف سيد الأدلة. دفاع. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، اسمحوا لي أن أقف الآن أمامكم، فقد اعتدتم حتى الأمس القريب مشاهدتي مرتديا وسام القاضي رمز العدالة، والآن أرتدي روب المحاماة للدفاع عن الظلم الواقع على أحمد، وما ذلك إلا لثقتي ويقيني من براءته. ألم يسرق ودخل إصلاحية الأحداث؟ أحمد ما سرقش رغيف عيش عشان يأكل، أحمد خطف الدواء عشان ينقذ بيه أمه من الموت. أنا وأحمد كنا أطفال، كان لنا خيال وأحلام، لكن المجتمع القاسي كان أقوى من أحلامه وخياله. البراهين أثبتت أن القتيل كان عشيقا للمرأة التي كان ينوي المتهم الزواج منها. لا لا، أمي أشرف وأنضف منه. الطب الشرعي أثبت أن البصمات اللي على المسدس ليست بصمات أحمد. القتيل ليس له أعداء سوى أحمد وعشيقته. معنى كده أن أي جريمة تحصل يبقى أحمد هو المسؤول عنها. إيه ذنبه عشان قتل قبل كده الراجل اللي كان السبب في موت امه، والنهارده بيقتل عشيق زوجته؟ ارجوك. هذه السيده ليس لها اي ذنب غير انها اختارت حياه شريفه مع انسان يحميها من هذا المجتمع المظلم اللي كانت عايشه فيه. لو ان القاتل الحقيقي استيقظ ضميره لينقذ هذا الرجل البريء من حبل المشتقة، لينقذ هذا الفتى المسكين الذي كان سعيدا ببناء هذه الأسرة، لينقذ هذه السيدة التي اختارت أن تكون زوجة وسيدة بيت، وأي امرأة في الدنيا لا تتمنى رجلا يحميها وابنا في أحضانها. أين ضمير القاتل الحقيقي لينقذ هذه الأسرة من التشرد والسجون؟ إن كانت عدالة الأرض لم تقتص منه، فعدالة السماء أقوى. أنا اللي قتلته الظلم اللي شفته منهم، من مختار وامثال مختار. Ha, 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 ha.